نعم تقولي للجمهور الاهلي في جمله سريعه. بجمله سريعه بس انا عايز اتكلم على موضوع وليد سليمان. يعني وليد سليمان مش حدش هيزايد على وليد. اه. محدش هيزايد على شخصيات وليد واخلاق وليد. وليد لما راح زار راح زار من باب الانسانيه اللي احنا متعودين عليها اللي هي الرياضه اللي اختفينا من هنا. احنا ما بنعتذرش يعني محمد عبد الشافي ربنا يشفيه يا رب. وانا اثناء الماتش على فكره هو ماشي حتى واحنا مغلوبين انا طبطبت عليه وما فيش مشكله خالص فيها. وليد ما راحش يعتذر لواحد، هو راح يعتذر لزميل، لكن ما بيعتذرش لحد بيقل ادبه، ما بيعتذرش لحد بيقل ادبه ابدا. ده وليد سليمان. الحاجه الاخيره، جمهور الاهلي او الناس اللي موجوده في النادي الاهلي، اي حد موجود اي حد، سيد موجود، محمد موجود، علي موجود، فلان موجود، سيد مشي، فلان، ما فيش مشكله. تمام، مفيش مشكله، مش مساله الكيان اللي فاضل بس. سيبقى الاهلي دايما ان شاء الله يا كابتن. القوه هي اللي فاضله، قوه النادي يعني. الاهلي باقي بقوه محمد محمود ان شاء الله. للاسف ده همنا الوقت يا كابتن. ده همنا خلاص. نعم كابتن سيد، ده همنا الوقت. محمد محمود سريعا. محمد محمود لسه قدامه برنامج تاهيلي، يعني ده راي الدكتور الالماني ان هو محتاج حوالين الركبه، الكتله العضليه اللي حوالين الركبه يبقى فيها يعني شغل شويه في الثلاث اسابيع اللي جايه، وان شاء الله الرحمن تكون موجوده. انما الشحات يلحق ان شاء الله الوداد باذن الله. لا الشحات طبعا يلحق الوداد باذن الله. باذن الله تعالى. شكرا جزيلا كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره، واعتقد طمنكم انه سيبقى الاهلي قويا باخلاص ابنائه والتفاف جماهيره.